السلام عليكم. اليوم نروحوا للولايه تاع سيدي بلعباس لنعرفكم على هذه التجربه الرائده والتجربه الرائعه في انتاج الفطر اللي مطلوب كثير في يعني الوجبات الغذائيه، واللي يعني لحد الان دائما كنا يعني نستوردوه من الخارج. الان فيه هذه التجربه الناجحه انت هذا المستثمر اللي جاء من الخارج ليستثمر في انتاج الفطريات هذه اللي سعه الانتاجيه تاعو تقارب المليون كيلوغرام في السنه، وهذا شيء يعني مهم جدا. وللعلم انه فيه تجارب اخرى يعني بعد ما نجح هذا المستثمر في سيدي بلعباس فيه تجارب اخرى لانتاج الفطريات هذه في البيض وكذلك في باتنا في عده مدن. بدات هذه التجارب وهذه المستثمرات لانتاج الفطريات يعني تعمل في الجزائر، وهذا شيء ايجابي سوف ينوع اكيد من العروض الغذائيه بانه في يعني يدخل في المنظومه الغذائيه تاع الجزائريين. شيء جميل وشيء مفرح ان تكون لدينا انتاج من هذا النوع، وممكن في المستقبل نروح لتصدير هذه المواد المطلوبه كثيرا في الفنادق خاصه. اذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو عن هذه التجربه تاع انتاج الفطر في سيدي بلعباس، والسلام عليكم. بعد سنوات بالخارج اختار السيد عبد الحميد بن ديدة بولاية سيدي بلعباس العودة إلى الوطن وتجسيد مشروعه الخاص والمتمثل في مستثمرة لإنتاج الفطر. حاليا احنا عندنا الفطر إنتاجي 100% جزائري. كانت في الأول بعض الصعوبات في التقنية وفي المالية، الحمد لله تجاوزنا هذه الصعوبات وحنا نتحكموا في التقنية والدولة عاونتنا بقرض فلاحي بدون فائدة، والحمد لله رحنا كنا كان عن صعوبات في وقت الكورونا وبعد جفاف كان المواد الأولية بعد التبن كان قليل في السوق، ولكن كنا ما خدمناش منذ وعد 7 شهور 8 شهور، وحاليا العام اللي فات جات تبن شتينا تبن درنا ستوك، والحمد لله احنا ان شاء الله العام الانتاج يكون في المستوى. بتجهيزات وتقنيات متطورة ووفق شروط خاصة للنمو والنضج السليم لهذه الفطريات الخالية من المواد الكيميائية بمعدل إنتاج 1,000,000 كيلوغرام سنويا، حيث أضحى هذا المنتوج الأكثر طلبا بالسوق الوطنية وبأسعار جد معقولة. حاليا عندنا 18 شومبرا، كل شومبرا تفد حوالي 50 طن دو كومبوست، حاليا عندنا 11 في الآخر وباغي ندير ليكستنسيون بور افوار 18 شوم كومبليتمون من إن شاء الله جوان 2023 باش نكونوا 100% في الانتاج، باش نقدر ننتج 1,000,000 1,500,000 طن في العام تاع الشامبينيون. عندنا اتصالات مع 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 تونس ومع ليبيا، ان شاء الله تكون في المستوى في المستقبل ان شاء الله. درت ان ديبلوم انفورماتيك ومن بعد قعدت مده عام في البيت وسمعت باللي راه كاين شركه انتاج الفطر في مدينه سيدي بلعباس، اتخذت ليهم وخدمت والحمد لله راني مدة 3 سنوات راني نخدم. راه عندنا حوالي واحد 30 عام ماذا بينا كي نزيدو نوسعو المشروع، ولي عندنا واحد 50 55. طموح السيد بن ديدة اليوم هو توسيع هذا المشروع الفريد من نوعه وإزالة جميع العقبات لرفع الإنتاج والتوجه إلى التصدير بمنتوج وطني تنافسي.